بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما احبابي في الله كي دايرين شخباركم نتمنى لكم حد سعيد في حياتكم كاع اللي تيشوف هذه القناه قناه ماما شافيه يكون بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله غادي نحطوا واحد خاصه ان شاء الله بالعسل الناس اللي عندهم كلامهم غير مسموع الناس اللي عندهم آه كلامهم غير مقبول آه الناس اللي كلامهم في ممشو غير مسموع إما المرأة مع الزوج ديالها وخا تتهضر معاه ولا تتكلم معاه كلامها غير مسموع معاه أو البنت في العمل تتكون وخا تهضر مع آه أصدقاء ديالها في العمل أو او المدير ديالها في العمل كلامها غير مسموع أه كاينين بعض الناس كلامهم تيقولوا كلامهم مسوس أه ما مقبولينش واخا البنت تكون زوينه ولكن اذا تجي تتكلم كلامها غير مقبول كتقول علاش انا هكا أه كاين اللي عنده مشكله انه ما يعرفش يعبر على شخصيته هو او ما عندوش طاقه ايجابيه مع الناس او تيبغي يكون يكون بوحدو عنده خلوه خاصه به تيبغي يبقى, يبقى غير بوحدو تيلا كان مع الناس تي يفقد السيطره ما تيبغيش يكون مع الناس هذاك الانسان خاصو يتعود يكون اجتماعي مع الناس يحاول انه يحاول انه يخرج يتعامل مع ناس يحاول يتكلم يفرغ ولكن انسان يعرف مع من غيتكلم ماشي مع اي شخص انسان يكون شي انسان قريب لك اللي مع من غادي تعاملي وتكلمي وتهضري اما الناس اللي عندهم مشكله في التواصل هو خاصو يصنع لنفسه شي حاجه اللي باش يتواصل مع الناس ولكن اليوم انا جبت لكم واحد الوصفه باش كلامكم يكون يكون مسموع اول حاجه اللي غادي نديرو هي انني ناخد قليل من العسل قليل من العسل او تاخذوا العسل الكافي كاين واحد القرعه صغيره ديال الزمزمي او قرعه ديال تكون صغيره غادي نقرا عليها هاد القراءه ان شاء الله بحول الله غنقراها بتمعن ونحاول انني نبقى ناخذها على الريق صباحا على الريق وفي الليل ناخذ في الصباح ناخذ معلقه وفي العشيه ناخذ معلقه باش كلامي يكون مسموع مع جميع الناس غادي نحط غادي نسبح باسم السميع اسم السميع نقرب هاد الكاس الى الفم ديالي نقرب هاد الجبانيه او كاس او قنينه المهم نتوما على حسب انا حطيته في غادي نقرب نقربو الفم ديالي وغادي نقرا 99 مره يا سميع 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 باسم السميع بغيت جميع الناس يسمعوا كلامي ويطيعوني بغيت جميع الناس اولاد ادم ولد حواء اللي شافني يسمع كلامي ويطيعني غادي نحط هاد الايه غادي نحطها 11 مره هاد الايه الكريمه بعد ما غادي نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الايه غنقراها 11 مره على اساس انني بغيت نكون تكون عندي شخصية مع الناس وتكون عندي محبة وجذاب ومحبوب ونكون مقبول مع جميع الناس إذا بغيت نكون مقبولة غنحط العسل عليه هذه القراءة باسم أسماء الله الحسنى اسم السامع إلا المرأة بغيت ديرها للزوج ديالها يسمع كلامها تكون كلامها مسموع وتكون كلامها لأنك غادي ديري الدعاء اللهم بحق هذا الاسم اسم السامع فلان ولد فلانه يسمع كلامي ويطيعني المهم انت اللي غتاكلي العسل باش لسانك يكون حلو وتحيدي لك هذيك هذيك الطريقه اللي عندك انت غير كلامك غير مسموع المهم تحاولي انك تجدي الطاقه ديالك بالعسل وبالقراءه القران وباسم السامع أه المراه اللي بغات راجلها يسمع كلامها الا بغات تاكل هي وياه تاكل هي وياه بغات ولادها يسمعوا كلامها حتى هما تقدر انها ديرها لولادها كاملين بغات انها تكون هي اللي مقبوله وجذابه اللي ما عندهاش حبيب غديرها لراسها غديرها لشخصيتها هي اذا هذه القراءه للسمع والطاعة وتكوني يكون كلامك حلو وتكوني مقبولة عند جميع الناس ولكن تنقول تنعود نكرر بالنسبة للمرأة اللي بغات الزوج ديالها يسمع كلامها تاكل هي وياه بغات ولادي يسمعوا كلامها تدير لهم العسل في حاجة هكا إما حلوة إما فطائر اما شي حاجه المهم باش ولادها يسمعوا كلامها ويكونوا حتى هما مقبولين ويكون واحد المحبه والموده بين الاشخاص اذا انا عطيتكم الصيغه كامله تحطوها فيما بغيتو الا ما عندكش حبيب او ما عندكش ما عندكش انسان اخر غادي تحاولي انك تحاولي تحطيها لنفسك انتيا باش الناس يسمعوا كلامك إذن في الله هذه الوصفة دي رهارة جيدة في السمع والطاعة وفي جذب القلوب وتكوني إن شاء الله كلامك حلو وتكوني إن شاء الله كيما بغيتي الناس يشوفوك مقبولة وتكوني في عينيهم مزيانة سنتمنى أن هذه الوصفة تعجبكم ونتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وإلى وصفة أخرى إن شاء الله